السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكون بخير وبسلامة. رجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت تحديات الأسبوع التاسع. بس قبل ما نبدأ بالتحدي لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية إن شاء الله. خلينا نبدأ بهذا التحدي واللي هو راح يطلب منك إنه تهبط بمكان أو أعلى مكان واللي راح ترقص به، وراح تجي هذا الأعلى مكان واللي هو جبل كاي أعتقد كان اسمه، واللي مفروض تنزل هنا بهذا المكان اللي عليه العلم بالمنطقة الثلجية. راح تلقى هذا المكان وراح تجي وترقص به، وراح يكمل عندك التحدي او الجزء الاول من هذا التحدي واللي هو ارقص في اعلى نقطة او اعلى مكان بالخريطة. نجي للمكان الثاني اللي مفروض نرقص به واللي هو انصى مكان، واللي هو يعني ما صراحة ما اهبط مكان، يعني انصى مكان موجود بالخريطة، واللي هو راح يكون في منطقة قلعة الشعب المرجانية، واللي هو مكان راح يكون هنا بالضبط. مجرد راح تجي لهذا المكان وترقص راح يكمل عندك التحدي بأسهل ما يكون. مثل ما تشوفون قدامكم أخفض مكان وأعلى مكان، هذا كان الأخفض مكان وأعلى مكان كان ببداية الفيديو. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، دعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.